بكل الخير والمحبة والطاقة الإيجابية، عم نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج دامسكو على شاشتكم، شاشة العالم سوريا يلي دائما عم تسعى لتقدم كل المتعة والفائدة. وأكيد رح نبدأ بحلقتنا لليوم ومواضيعها المتنوعة، ولكن بالبداية اسمحوا لي سلم على زميلي بشار. يسعد لي أوقاتك. يسعد لي أوقاتك. كل مرة هاي المواضيع والواوات ورا بعض بيطلعوا مدموجين. يسعد أوقاتك يا فاطمة. دائما يعني مع بداية الأسبوع مشاهدينا بنبدأ طاقة إيجابية وهيك بحماس كبير، وإن شاء الله يعني تكونوا بديتوا هذا الأسبوع أيضا بنفس الحماس. ساعتنا لليوم بديت معكم وأكيد مواضيع مختلفة ومنوعة رح نتناولها، ولكن بعد هذا الفاصل. ارتفاع درجات الحرارة بالفترة الأخيرة ما كان بس عم يأثر على نفسيتنا وعلى مدى تحملنا لدرجات الحرارة المرتفعة، وإنما أيضا على صحتنا الجسدية بما فيهم صحة الجلد والبشرة عند الإنسان. ولهيك صرنا نشوف كتير مشاكل جلدية، خلينا نقول هي موجودة بالأصل ولكن ممكن تتفاقم بفعل تأثير أشعة الشمس القوية. صحيح، واليوم يعني درجات الحرارة المرتفعة والتعرض المستمر والدائم لأشعة الشمس بشكل عام ممكن يأثر على بشرتنا، ممكن يأثر على صحة هي البشرة، وبالتالي مثل ما ذكرت فاطمة يعني ممكن نتعرض لكثير من المشاكل الجلدية. رح نحكي فيها مفصلا مع دكتورة هلاء الحوش، اختصاصية بالأمراض الجلدية اللي صارت معنا ضمن استوديو دامسكو. أهلا وسهلا فيك دكتورة، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. الله يعافي قلبك. يعني إذا لسه حدا بيقول بحب الصيف يعني والله العظيم ما عاد. أنا. طيب دكتورة شو وين المحبة؟ يعني بشرتنا عم تتدمر. الأشعة الشمس ما بنعرف لها تأثيرات كثيرة، وأكيد رح تخبرينا عنها حضرتك هلا. خبرينا أكثر اليوم، هالشمس شو عملت بالبشرة بشكل عام؟ المرضى عندك بالعيادة أكيد بيكونوا صرعوك. كثير من الأشخاص بيستغلوا هالفترة هي من السنة أنه يتعرضوا للشمس لحتى ياخذوا لون السمار الحلو أو التان أو البرونزاج، مو بس لأشعة الشمس الطبيعية، كمان هن بيتعرضوا لأجهزة السولاريوم أو أجهزة التسمير الصناعي، خلينا نقول لحتى ياخذوا هيدا اللون الحلو. كمان الشمس قبل ما نحكي عن أضرارها على الجسم كله وعلى الجلد بشكل خاص، إلها طبعا أكيد فوائد كثير إيجابية. هي بتساعدنا لحتى نحن نكون فيتامين دال. طبعا نحن لما بنتعرض للشمس خارج أوقات الذروة يعني قبل الساعة 10 الصبح وبعد الساعة 4 المساء، فيتامين د معروف قديه هو مفيد جدا لصحة الجسم بشكل عام والعظام والمفاصل بشكل خاص. صحيح. الشمس كتير بتحسن من الحالة النفسية للأشخاص، بتخفف كتير من الاكتئاب وبتساعد الجسم حتى يفرز هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعادة، فكتير بترفع المزاج. ف كمان بالمقابل لهيك يعني محبي الصيف بيكون مزاجهم عالي جدا. طبعا هلا دراسه علميه مثبته انه الناس اللي بيعيشوا بالاماكن البارده مثلا مثل كندا او السويد اللي ما بيشوفوا شمس ساعات كثير طويله معرضين اكثر انه ينصابوا بالاكتئاب. صحيح. او حتى محاولات الانتحار. فدائما الشمس لها تاثير ايجابي ومثبت علميا على الحاله النفسيه. صحيح. بس بالمقابل لما نحن بنتعرض خلال ساعات الذروه يعني من الساعه 10 الصبح للأربعة المساء وبشكل متواصل لاشعه الشمس، ونحن من دون ما نكون اخذين وسائل الوقايه والحمايه، مثلا نحط واقي شمس، نكون نحن لابسين ثياب خلينا نقول كمامه طويله، نظارات شمسيه، ممكن حتى بعض الاشخاص تماما بيستخدموا انه طواقي مثلا، ممكن انه كثير تخفف من هالاذى ممكن انه يتعرضوا له. فطبعا في مشاكل تانية ممكن ايضا طبعاً يتعرض لها الشخص. بدي روح للامراض اليوم يلي ممكن تنتج عن هذا التعرض، وذكرنا ساعات الذروه واللي نوعا ما اغلبنا بيكون عم يتعرض لاشعه الشمس المباشره، سواء بالطريق بالرجعه من الشغل، وهي الساعات اللي بتكون ذروه درجه الحراره مرتفعه جدا. خبرينا اليوم عن الامراض. في ناس شغلهم اساسا. صحيح. كل الوقت متواصل ذره. هلا الشمس تعمل اذيه بدي ان اي الخليه، يعني بتخرب دي ان اي الخلايا وبتعمل تراكم للجذور الحره المؤكسده. هلا شو بيعمل هذا؟ نحن مثلا بحكيك انا مثلا علميا، هلا نحن شو اللي بينعكس، شو اللي ممكن انه الشخص يشوفه؟ اول شيء بصير نحن عندنا تراكم
بصير عندنا تكسر خلينا نقول لألياف الكولاجين والإلاستين، فبصير نحن عندنا شيخوخة مبكرة، نحن حتى علميا اسمها الشيخوخة الضيائية. شوف الناس اللي هي الخطوط اللي بتظهر تماما، التجاعيد اللي جدا عميقة واللي بتظهر بعمر كتير مبكر عند الأشخاص اللي تعرضوا للشمس منذ الطفولة، أو اللي هن أساسا بشرتهم فاتحة، أو اللي تعرضوا لحروق الشمس حتى من أعمار صغيرة. الشمس كتير بتأهب لتصبغات بالجلد بأشكال المختلفة، الكلاف، النماش، الشامات الضيائية، كمان هي بتفاقم أمراض جلدية موجودة مسبقاً. يعني مثلاً شخص كان بالأساس مثلاً هو عنده حب شباب، أو مثلاً عد وردي، أو هو بالأساس عنده مشاكل إكزيما، إكزيما ضيائية، أمراض أخرى مثلاً مثل عندنا الذئبة الحمامية، جفاف الجلد المصطبغ، عندنا بورفيريا، مجموعة من الأمراض الخاصة خلينا نقول الجلدية اللي بتتفاقم نتيجة التعرض لأشعة الشمس. هلأ على المدى البعيد الشمس طبعاً معروفة بتأهب لسرطانات الجلد بأشكالها، صحيح. الميلانوما، سرطانات القاعدية، سرطانات الحرشوفية بشكل عام. أيوة. يعني وطبعا مو كل الأشخاص، يعني هلأ في ناس هلأ بتصير بتخاف، مو كل الأشخاص طبعا معرضين أنه يصير عندهم سرطانات الجلد. هن الأشخاص بيكونوا مؤهبين جينيا وراثيا، أنماط خاصة من البشرات ممكن أنه تصير عندهم. في فرق بين البشرة اللي بتكون فاتحة والبشرة ذات الغامقة؟ تمام، في فرق بهذا الموضوع كمان بالنسبه طبعاً للأذية؟ طبعا طبعا، كل ما كانت البشره فاتحه اكثر، يعني عندنا نحن السكين تايب 1 و2 و3 اللي بيكونوا كثير بشرتهم فاتحه، طبعا هن الميلانين عندهم بيكون تكونه اقل، فطبعا هدول بيكونوا معرضين اكثر لاذيات الشمس بكل اشكالها، سواء كانت شيخوخه، تصبغات، سرطانات، دائما هن بيكونوا معرضين اكثر. اما الناس كل ما كانت لون جلدتهم غامقه اكثر، داكنه اكثر، هالميلانين هذا الطبيعي هو بيامن حماية من الأشعة بشكل كتير كبير، وبتكون نسبة الأمراض عندهم أقل بكتير. طيب دكتورة، اليوم يعني في أشخاص بالصيف ما في مثلا إرسال حشرة معينة، ما في أي شيء، ولكن بتطلعي مثلا على رقبتهم تلاقي انه كانه في شيء قارصهم، او في طفح جلدي كثير واضح، يعني وبتكون مؤذيه وبتخوفه لانه بتكون منفخه وفيها حمار واضح. يوم هي الحاله كيف تتشخص؟ بتخوف نوعا ما، كيف ممكن تتعالج؟ هلا هذا الحساسية الضيائية هو مصطلح بضم مجموعة كبيرة من الأمراض الجلدية اللي لها علاقة بالتعرض للشمس، بس نحن الشيعة نوع خاص من الأمراض هي نحن بنقلها بالعلم الاندفاع الضيائي عديد الأشكال. هلا هدول الأشخاص لما بصير نحن عندنا نقلة بالفصول بين الخريف مثلا نهايته، أو مثلا حفتنا بالربيع مع بداية الصيف، بس تبلش أشعة الشمس تصير أقوى شوي، ببلش شو بحسوا جلدهم بقى بصير بيطلع عليه نوع من انواع البقع خلينا نقول، او الحمار تماماً. مع شويه شره، حكه، ازعاج، وغالبا بيكون محصور بالاماكن المعرضه للشمس، الوجه، الرقبه، الايدين، يعني الاماكن بيكون محصور بالاماكن المكشوفه يعني، او المعرضه للشمس اكثر. هلا الاعراض تختلف من شخص لاخر، هو مشكلته بالحمار والحكه بشكل اساسي، ومثل ما قلت لك في نمط خاص منه كمان اسمه الشره الشمسي، هون بقى بتصير الاعراض اشد شوي. شو هي الاعراض اللي ممكن تظهر عندنا؟ هلا ممكن انه مثل تصير قريبه لهجمه الشره العاديه، يعني تصير مثلا وزمه اكثر، لا غالبا هو محصور بس باماكن الشمس، بس الحكه بتصير مزعجه اكثر، بصير في عندنا افراز هستامين يعني خلينا نحن بنسميهم يعني وسائط التهابيه بالجسم يعني اكثر، فبتصير مزعجه اكثر. هلا بمعظم الحالات يعني هي حالات جدا بسيطه بعلاجات موضعيه، غالبا المريض ما بيحتاج لعلاجات فمويه او جهازيه، نعمل سيطره على تماما. اليوم هذا الحديث ربما عم نحكي للبشره الطبيعيه اللي ما عم تعاني من مشاكل جلديه. اليوم وقت انا كون عم عاني من مشكله جلديه معينه، البشره تعبانه نوعا ما نتيجه الاهمال، نتيجه الى ما هنالك من الاسباب اللي ممكن تخلي بشرتنا تعبانه، وجيت تعرضت للشمس لاوقات طويله وخاصه على المسابح والبحر والى ما هنالك، قديش انا بكون عم اهب الحاله الالتهابيه اذا بدي اقول، او الحرقه من نتيجه الشمس انه تكون مضاعفاتها اخطر على الجلد، انا وين بروح لحالات خطيره نتيجه حروق الشمس والى ما هنالك؟ هلا طبعا الجلد بشكل عام وظيفته انه الحمايه، او وظيفته خلينا نقول هو حاجز للدفاع، فانت لما بتكون اوريدي عندك مرض، عندك انه هالجلده هي
ما عم تعمل وظيفتها بالشكل الطبيعي صحيح. او هي مثلا بالاساس في مرض عم بيأهب. اول شيء تفاقم الامراض بصير اشد، المرض حتى سريريا بصير بقى بده علاجات نوعيه اكثر، لانك انت عم بتفاقم الحاله عم بتزيدها. حتى يعني ممكن مثلا نحن هلا ما عندنا هالحالات اللي كثير خطره، هلا هي اكثر شيء مثلا ممكن حروق الشمس بدل ما تكون مثلا متوسطه تصير شديده اكثر، بصير فيها مثلا فقاعات اكثر، انتشارها بيكون اشد، ما بيكفي بقى المريض هو لحاله بس يحط شويه مثلا تلج او ياخذ شويه مسكنات، لا بصير بده ممكن انتيبيوتيك فموي جهازي، ممكن نضطر احيانا نكتب بعض الحالات كورتيزونات لحتى نخفف شوي من هالحمار من هالحكه، ممكن كمان احنا نشارك بي شيء انه يكون فيه انتيبيوتيك وكورتيزون موضعي، يعني بتصير بقى تختلف العلاجات وممكن كمان يترك شويه عقابيل او اختلاطات على المدى البعيد، يعني انت هالمرض هذا مع الوقت ممكن يترك لك فرط تصبغ، ناقص تصبغ، يعني تبدل بلون الجلد، او ممكن يأهب لسكارز لبعض الندبات اذا ركب عليه مثلا انتان ثانوي، يعني كل مريض بهالحالات ما ندرسه بشكل منفصل ومستقل على الاخر، حتى بتشخيصه بادويته بعلاجاته. مو كل الاشخاص فينا نعمم الحاله على الجميع. تمام بيتعمم عليهم نفس العلاج ونفس التشخيص. تمام. طيب دكتوره، اليوم البعض بيعتقد انه هي الاذيه الناتجه عن التعرض للشمس هي ناتجه فقط عن التعرض المباشر للشمس، ولكن ممكن نحن تحصل عنا اذيه بحيث اذا كانت درجات الحراره مرتفعه جدا، يعني شفنا بالايام السابقه كانت الحراره حتى جوا البيت وحتى بالليل عاليه. في اشخاص بتقلك انه انا صرت حتى بالليل حط واقي الشمس، حتى قبل ما انام بدي احط واقي الشمس لانه عم حس بالحراره والوهج، انه الوهج والحراره كانوا كثير قراب وكثير قويين، فاليوم هي الاذيه ممكن تنتج نتيجه الحراره وليس التعرض المباشر مباشره. هلا بشكل عام لا اكيد، مو لانه انت مشوبه واذا انت قاعده جوا بمكان بعيد عن الشبابيك او عن اشعه الشمس اكيد ما عم بتكوني عم تتعرضي او عم تاخذي هالتاثير السلبي، بس دائما نحن بنقول حتى ورا البلور الفيمي مثلا الظل، حتى بفصل الشتاء هلا في كثير ناس بيهملوا انه مثلا ما بيحطوا واقي شمس بالشتاء، بيقول لك ما في شمس، لا هي موجوده حتى ورا الغيوم، حتى بالثلج مثلا، مو ثلج، الثلج هو وسط جدا عاكس، البحر، الرمال، الصحراء، هي اوساط بالعكس بتكون الاذيه فيها صحيح. اشد صحيح. فلا خطوه انه نستخدم نحن او نحمي حالنا من الشمس فقط اثناء وجود ضوء الشمس خلينا نقول، اما بالليل تستخدمي واقي الشمس لا اكيد ما له صح، لانه انت بالنهايه انت مشوبه، حراره جسمك داخليه ما عم تاخذي ما عم تتعرضي للاذيه المباشره للاشعه. دكتوره، قديش اليوم موضوع الوراثه ممكن يلعب دور بهي المشاكل بشكل عام، او تهيئه البشره للتفاعل مع الشمس بشكل عام، في جانب وراثي بالموضوع او لا، سواء بالامراض اللي ممكن تتاثر باشعه الشمس او بالحاله العاديه؟ هلا معظم امراض الجلد بيكون في عامل جيني وراثي عائلي، بيكونوا الاشخاص مؤهبين اكثر من غيرهم، وخاصه اذا كان هن بالعائله في عندهم الاب الام العمام الاخوال في عندهم مشاكل جلديه بشكل عام، يعني فدائما العامل الوراثي حتى بيأهب لكثير امراض مو بس الامراض الجلديه، وبيكونوا هدول الاشخاص طبعا معرضين اكثر من غيرهم. مثلا انت بتقول ليش انا مثلا بطلع بالشمس ما بتصيبني حساسيه ضيائيه، غيري ايه ممكن انه تصيبه، مشاكل الاكزيما اشخاص بتصيبهم واشخاص لا، ممكن يكونوا هم عم يتعرضوا لنفس الماده لنفس صحيح. المخرشات طبعا اكيد العامل الجيني الوراثي طبعا العامل الجيني الوراثي بيأهب جدا لكثير امراض وبشكل خاص الامراض الجلديه. يعني كمان يمكن من الاشياء اللي بتتعرض للاذيه نتيجه اشعه الشمس هي فروه الراس طبعاً. او جلده فروه الراس، وبعض الاشخاص ما كثير بتنتبه لانه مو واضحه مثل الوجه، يعني اذا صار في مثلا اي مشكله بالفروه ما كثير كل العالم بتشوفها لحتى يصير في حكه او من هذا النوع، شو العامل الخطوره يلي ممكن نحن نستشعره وقت بيصير في مشكله بفروه الراس نتيجه الحراره؟ هلا بشكل عام فروه الراس محميه بوجود الاشعار، بس الناس اللي بيكون شعرهم خفيف او عندهم صلع ومعرضين هن للشمس لساعات كثير طويله تماما، هي هلا تنبيه كرمال طلعه بالشمس تماما. هلا الشغله الايجابيه مثلا حتى الصبايا المحجبات بالعكس انه هن عم يحموا حالهم اكثر من اشعه الشمس، مثل ما حكينا وجود الشعر كل ما كان كثيف اكثر كل ما كان عم يحمي اكثر، فمثل ما حكينا انه اي افه
بتكون موجودة بالفروة، يعني مثلا بلش المريض يحس في عنده حطاطة، عقيدة، حكة، صار في شيء عم يحس انه كبر حجمه بسرعة، صار عليها قشور، إذا هو انتبه لها طبعا هو أكيد رح ينتبه الشخص خلال هو عم يمشط عم يتحمم، انه أي آفة ظهرت جديد بالفروة لا ضروري يشوف طبيب لحتى يريحه نفسيا، يعني يعطيه شو التشخيص وشو لازم يعمل. في شغلات او في بعض الامراض ممكن هو بعلاجات موضوعيه بسيطه وتنحل، في اشياء لا ممكن انه ينبهه عليها الطبيب انه هي الافه لا انت انتبه اذا كبرت اسرع، اذا صار عليها تقرح، صار عليها قشور، انه انت لازم ترجع تراجع طبيبك. تمام. اليوم آليات التشخيص، خلينا نحكي من نقطة وصول الشخص للعيادة الطبية، اليوم كيف يتم التعامل معه سواء بمرحلة الحروق سواء بمرحلة أيضا تأثره بأشعة الشمس بباقي الأمراض؟ هلأ كل مريض بيراجعنا بشكل كتير طبيعي، نحن بناخد قصة مرضية متكاملة، بدنا نسأله عن كل الأمراض، عن كل الأدوية. كمان في نقطة بدي نوه عليها، هلأ في بعض أنواع الأدوية هي بحد ذاتها محسسات ضيائية، وكتير من الأشخاص بيستخدموها بشكل يومي وهن ما بيعرفوا. مثلا بكون عندنا نحن الصبايا اللي عم يتعالجوا لحب الشباب بالريتان اللي اسمه الشائع، خلينا نقول هي ما بتعرف ممكن انه هو الريتان محسس ضيائي، فهي الصبيه مثلا لازم تهتم اكثر من غيرها انه هي مثلا تكرر تحط واقي الشمس كل ساعتين، تتجنب كثير انه تطلع بالشمس لانه هو هذا الدواء اللي هي عم تاخده هو محسس ضيائي. الناس اللي بياخذوا بعض انواع الانتيبيوتيك مثل تتراسايكلين مثلا، زمرة السلفا، بعض أنواع المسكنات اللي أي حدا فينا ممكن أنه ياخدها كل يوم مثل البروفين، هي أدوية محسسة ضيائية، يعني هي ممكن تخلي الجسم أنه يتأذى من الشمس أكثر من غيرنا بكتير، اللي عم ياخدها أكثر من غيره بكتير. بعض الكريمات اللي بتستخدم بشكل موضعي أو حتى الغسولات اللي بيدخل بتركيبها أحماض الفواكه أو المقشرات، ألفا أو بيتا هيدروكسي أسيد، ساليسيليك أسيد، كمان هي محسسة ضيائية. كمان هي النقطة لازم دايما نحن ننوه عليها، انه انت بتسأل المريض شو عم تاخد شو عم بتحط بيقول لك ولا شيء، او هي ادويته الروتينية، ما بيخطر له انه هي نفسها عم بتزد له الحالة وعم بتأهبه أكثر لحروق الشمس وللمشاكل. كونك ذكرتي الموضوع فلفتيني لفكرة عن جد الصبايا كتير بيقعوا فيها وما بينتبهوا لها، بعض الغسولات بيكون فيها نسبة من الزيوت، والزيوت يمكن على الشمس بعمل تصبغ أو بتزيد نسبة التصبغ، أو مثلا في غسولات فيها مثل ما ذكرتي الأحماض يلي ممكن تكون مقشرة طبعاً. اليوم عامل الخطورة هون ممكن يوصل الحرق لدرجة إنه فعلا إنه هو حرق واضح مو بس علام لوني على البشرة. هلا مثل ما حكينا انه ممكن احنا بعض هالمواد الموضعيه اللي نحن عم نستخدمها، حتى البارفانات العطور كمان هي نقطه كثير مهمه. في ناس بتحط منا تلاقيها بعد فتره بتقول لك انه انا صار عندي تصبغ على الرقبه، على الرقبه تماما. الليمون اللي كلياتنا ممكن هو كمان محسس ضيائي، في كثير ناس بتحط ليمون على وشها، كتير صبايا بيجوا لعندي على العيادة انه انا بحط ليمون مشان خفف الافرازات الدهنية، بتلاقيها بعد فترة فاتت بكلف وبتصبغات، فهي النقط نحن كتير بنغفل عنها. هلأ ممكن انه مثلا هاي المواد هي تبلش بشوية اكزيما، حمار، حكة، ممكن بالشتاء ما تعمل شيء مثلا اذا خفيف الشمس مثلا. طبعا هلا كل ما كانت الشمس اخف اكيد الاختلاطات بتصير اقل، بس ممكن عم اقول لك انا هلا هي بالصيف بالذروه عم يستخدموا هي المواد المحسسه الضيائيه وهن عم يطلعوا بشكل مباشر تحت اشعه الشمس وبيهملوا، ما مثلا ممكن هي ما بتحط واقي شمسيه بس بتحط مثلا ميك اب وبتطلع مثلا، تلاقيها انه اول فتره هي عم تشتكي من حكه، حمار، شويه بثرات، شويه حبوب صارت عم تطلع لها، يعني ممكن هي تكون عم تعالجها غلط او حطت لها مثلا هي لحالة دواء، يعني التشخيص شخصي تماماً. إيه ممكن هي المريضة عالجته غلط، ممكن هي رجعت حطت مقشر موضعي صح، يعني ما بعرف شو ممكن أنه تكون مطبقة، فهي الحالة رح تسوء أكثر، رح تأهبها لتصبغات على المدى البعيد، ممكن حتى إذا ركب عليها إنتان ثانوي أو تطورت الحالة مثلا بدل ما هي تترك علامة كتير خفيف لا ممكن تترك لها حفرة أو سكارز أو ندبة لبعدين يصير بدها هي إجراءات علاجية أكثر نوعية لحتى تقدر تحل. تمام دكتورة، ذكرتي موضوع الاختلاطات اللي ممكن تسببها الأدوية، بعض الأشخاص هذا التحسس ما بيكونوا واعيين أنه بسبب الدواء، فبالتالي بيلجأوا ل ما بدي أقول مسكنات أو حالة شائعة أو شعبية، بيحطوا مي باردة على الجسم فبالتالي ممكن تهدى البشرة نوعا ما شوي أو يخفف من حالة الشري اللي ممكن توصل إلى الحالة، هذا الشيء صح أو لا؟
بشكل عام، هو مؤقتا ممكن يستخدمه او يعمله اجراء يعمله المريض او المصاب مؤقت او بحل مشكله او لا؟ هلا حسب شو المشكله. هلا انت لما بتستخدم مثلا من الاشياء المتاحه بين ايديك بالبيت، الثلج اكيد ما رح يعمل لك اي مشكله لبعدين، انه انت بس عم بتبرد الحرق يعني. تماما عم بتبرد، عم بتخفف منه لساعات معينه، بس في حالات لا ما بتكفي هالاشياء الموجوده بالبيت. هلا في كثير ناس مثلا بتلاقيهم رجعوا وشهم شوي محمر او عم بيحكهم او حرق شمس كثير بسيط، بتحط معجون اسنان، بتحط نشا، بتحط من المكونات المنزليه، ما انتم نفسهم هدول عم تستخدموهم لحتى تخففوا الحرق، ممكن هن بحد ذاتهم يعملوا لكم تخريش او حساسيه او يزيدوا لكم الحاله سوء يعني، او صح. ممكن يعملوا لكم اكزيما على المدى البعيد يعني. مو كل شيء نحن بنشوفه على السوشيال ميديا من هالخلطات او هالمواد هي الموجوده بتناسب كل البشرات. في ناس ايه يعني بتناسب بشرتهم وما بتعمل لهم مشاكل، في ناس هن من الاساس بشرتهم حساسه واي شيء ممكن انه يستخدموه بالعكس بفاقم لهم الحاله سوء يعني. وفي مواد ما تنحط على البشره ابدا يعني. طبعا اكيد اهم تنويه وتوجيه لازم نوجهه للمشاهدين يعني. الله يعينكم انتم الدكاتره، نحن بنخبص وانتم بتحملوا نتائج التخبيص واخر شيء اذا ما زبط العلاج بيقولوا الدكتور مو شاطر. صح يعني. بدنا نشكرك كثير دكتوره هلا الحوش، نورتينا لليوم، ان شاء الله يكون كل الصبايا والشباب اللي سمعوك شوي يلتزموا نوعا ما بالواقي الشمسي او بالنصائح يلي قدمتيها. شكرا لك لوجودك معنا، نورتينا بدمسكو لليوم، واكيد لنا لقاءات ثانيه. شكرا لكم وشكرا على الاستضافه. شكرا دكتور، يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا. كفي معكم مشاهدينا باقي حلقتنا لليوم، رح نروح لفاصل صغير ونرجع، خليكم معنا. درجات الحرارة وموجة الحر اللي عم تضرب سوريا وأيضا عم تضرب المنطقة بشكل عام نتيجة التبدلات المناخية للأسف يعني عم تأثر علينا، عم تأثر على مجريات حياتنا اليومية، عم تأثر على بعض القطاعات، وبالتالي عم بتكون يعني هيك ثقيلة ببعض الأوقات على أصحاب المهن اللي للأسف عم يتأثروا بشكل مباشر فيها. هو خلينا نكون شوي هيك نفصلها أكثر، إذا لاحظت إنه هي الموجة طالت الجميع يعني، لحق أول الطلاب يلي كان عندهم فحص بالجامعة واليوم يعني الطلاب خلصت فحص، ولكن في كثير اشخاص المهن او طبيعه مهنتهم اليوم تفرض عليهم التواجد بمكان حرارته مرتفعه. عم تتخيل شخص بيشتغل بفرن؟ صحيح. بكل هالشوب؟ صحيح. حتى موضوع البناء، موضوع حدادي، اللي بيطلعوا بينزلوا يعني. اكثر شيء انا بلفتني يعني خلال ساعات النهار نحن راجعين، الاشخاص اللي بيعملوا باعمال البناء، تصليح، كثير كثير يعني مهن شاقه وصعبه يعني، يعطيهم الف عافيه. أكيد. واليوم يعني للاسف لقمه العيش والحلال تتطلب هذا الجهد وهذا التعب. اكيد بشار يعني، اكيد بدنا نوجه تحيه للجميع، ويعني مننا يعني مني ومنك ومن كل فريق دامسكو خلينا نقول شكرا لكل الاشخاص يلي عم يكونوا موجودين بالشارع لحتى يأدوا مهنهم بالظروف الصعبة. وعلى وجه الخصوص أنا بدي ولو خص هذا الشيء عمال النظافة، لأنه أكيد هدول الأشخاص كتير عم يكونوا تحت الشمس لوقت طويل. اليوم رح نكون بالتحديد من محافظة حلب لحتى نرصد هي الأجواء، وأكيد كيف الناس ممكن عم بتعاني نتيجة أشعة الشمس وبالمهن الصعبة اليوم يلي تطلب التواجد بمكان حرارته مرتفعة. كل هالتفاصيل رح نتابعها نحن وأنتم بالتقرير التالي، ومنرجع لنكفي حلقتنا. موجة الحر التي كثر الحديث عنها جالت بين قارات العالم، وها هي تحط رحالها على الأراضي السورية. كحال بعض المناطق والمحافظات، تشهد مدينة حلب موجة حر لم تشهدها منذ عقود. بين تأمين لقمة العيش والحاجات الأساسية للبيت الحلبي، وبين البحث عن وسيلة نقل تظلهم من أشعة الشمس المباشرة، يقضي أبناء المدينة نهاراً ملتهباً، يطلع مع ساعات الصباح الأولى وتغيب شمسه كأنها لم تغيب. والله أجواء الشوب هاي من 15 20 سنة ما خطرنا هيك أجواء نهائيا، بس مضطرين نشتغل بهيك ظروف، صرف معيشة صعب، وبرقبتنا عيال وبدنا نعيش يعني، هذا الوضع. الله يرحمنا أحسن شيء. شغلنا نحن هو صعب، كوننا نشتغل شوفريد آليات وكذا، مضطرين نشتغل بالشوب وبالبرد، وهي شغلنا الطبيعي نحن هيك عملنا تحت الشوب، والبرد نشتغل تحت البرد،
والحمد لله رب العالمين عايشين نلحق لقمة عيشنا. رب العالمين أرادنا في هالمكان هذا، فنحن عمال في هذا الوقت. الوقت علينا صعب بس نحن من نقدر الوضع اللي نحن فيه ونشتغل. لقمة العيش كثير صعبة، كان بالشوب وكان بالبرد، نحن هاي مصلحتنا وهيك متعلمين. تحذيرات كثيرة أطلقتها الأرصاد الجوية وخصت بها حلب والشمال السوري، لكن الأوضاع المعيشية الصعبة لابد لها أن تدفع بأصحاب المهن الشاقة والعمال والطلاب والباعة الجوالة لمواجهة هذه الحرارة حتى ولو فاقت 50 درجة. معاناة تضاعف معاناة الحرب الاقتصادية التي يعيشها أبناء حلب، فأكثر المحبين لفصل الصيف باتوا اليوم مشتاقين لبرد الشتاء وقساوته بعد أن أراقتهم شمس أبي اللهب. وسمت الجبيني لقناة العالم سوريا، حلب. الانترنت عالم واسع عم يضم مجموعه كبيره من المنصات ومن ايضا يعني المحتوى الهادف لتقديم المعلومات المفيده لفئات المجتمع بكافه الاعمار وبكافه الاختصاصات، ولكن بالمقابل عم بيكون عندنا للاسف محتوى خالي من المضمون، خالي من الهدف، وبالتالي عم بياثر نوعا ما على عمل هي المنصات الهادفه والتعليميه. مشاري اليوم حديثنا عن منصه مغايره بالطرح اللي عم نشوفه مؤخرا على السوشيال ميديا، عم تتوجه لحتى تطرح شيء يعني خلينا نقول له قيمه تعليميه. هذا الشيء عم بيكون عن طريق تقديم شرح للمنهاج التعليمي لسنة الصف التاسع وأكيد لمرحلة البكالوريا أيضا، وأكيد اليوم رح نحكي بهذا الموضوع وقديش ممكن يكون عم يفيد طلاب بظل الظروف الحاضرة والمحيطة فينا، وأكيد رح يكون معنا المسؤول الإعلامي لمنصة طريقي التعليمية الأستاذ منهل الرفاعي اللي نورنا وصار معنا لليوم ضمن استديو دامسكو. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ منهل. أهلا وسهلا بحضراتكم، بتشكركم كتير كتير على هاللفتة الحلوة اليوم. الله يسلمك يا رب، نور نوركم والله. الله يخليك يا رب، أهلا وسهلا فيك أستاذ معنا لليوم. بالبداية رح روح للدافع الأول لإنشاء المنصة، من وين انطلقتوا وليه اليوم بدنا نطلع منصة إلكترونية تعليمية للغة العربية؟ المستقبل بيبدأ بطريقي، يعني أهم حاجة عند الطالب هي تلبية احتياجات الطالب. أهم دافع كان إن تلبية احتياجات الطالب. هل قادرين نوصل تعليمنا هلأ بواقعنا نوعين، تعليم افتراضي تعليم تقليدي. صحيح. تعليم التقليدي قادر يوصل للجميع، يعني ظل الظروف الراهنة طالب ممكن يعجز مثلا يوصل لمعهد، يوصل لمدرسة، معلومة أحيانا قد تكون منقوصة. صحيح. الطالب ما يلاقي حاجته بمكان محدد، فنحن كل هذا الحكي أنه صار عند الطالب ببيته. صحيح. يعني بإمكانه يشوفه بأي لحظة وما يتردد أنه بأي وقت، لا سيما أنه في شريحة كبيرة من طلابنا هي برات القطر، فحابة تكفي المنهاج السوري وتقدم امتحان فيه. بالإضافة في عنا طلاب كتير كبار بالسن، فعم يلاقوا حرج. أيضا في شريحة من الطلاب بتخجل أنه تسأل الأستاذ بالصف، يعني سألته مرة اثنين إيه وبعدين. فصورنا هذا المنهاج. بالإضافة في كتير من الطلاب أحيانا عم تصلنا مثلا بعد ما نخلص الدرس تساؤلات، أستاذ أنا هالفكرة هاي ما فهمت على المستوى على الواتس أو على الفيس أو كذا. فكل هذا كون ببالنا هالفكرة أنه يكون المنهاج عند الطالب ببيته. طيب طبعا. اليوم استاذ منهل، هذا التعليم الافتراضي قادر يقدم نفس الفائده يلي ممكن ياخذها الطالب بالتعليم التقليدي؟ انا ما بدي احكي بدايه عن المدرسه لانه هي خلينا نقول في طلاب نوعا ما ممكن تكون عم تلتزم، ممكن تكون مدارس قريبه منا، حالات كثيره، ولكن اليوم بالنسبه للدرس الخصوصي قد خلينا نقول هو غير متاح او حتى ببعض من الاحيان غير مسموح به بشكل صريح جدا انه في مدرسه ليش عم نلجا للدرس الخصوصي. فهي الحاله اجت بالنص بالوسط معتدله، لا انا درس خصوصي عم يضارب على المدرسه ولا انا خلينا نقول عم تهمل الطالب وتاثر عليه، قادره تقدم بالفعل الفائده والفكره اللي تاسست كرمالها عم تقدر توصل؟ طبعا الامر بيرجع للطالب، يعني عزيمته وإصراره وإرادته. يعني ممكن هلا مثلا تلاقي طالب ضمن المدرسة وجوده وعدم مستوى، ممكن ممكن ما يلتها يتشتت بأي تفكير، ممكن تلاقي كمان طالب على المنصة مثلا أو عم يحضر كمان إنه بايعه. بالنهاية هي مسألة إنه هذا مستقبلي، يعني ما في رقيب علي غير نفسي، فأنا من هالمنطلق هذا يعني كانت فكرة المنصة إنه الدرس عندك. بالإضافة في نظام متابعة، يعني مثلا نسبة إنجازك قد ايه حققت أنت مثلا، والله هالدرس هذا مدته 20 دقيقة فرضا، ليش مثلا أنجزت 18 دقيقة مثلا ما كفيت الدقيقتين؟
فنحن متابعينه للطالب. وفي امتحانات مثل طبعا في امتحانات، يعني الامتحانات هون احنا عندنا مثلا ممكن نحن نمتحن 200 طالب 1000 طالب مثلا خلال كبسه زر، اختيار من متعدد وتلقائيا يتصلح. تمام. يعني هذا الشيء ما عم نشوفه مثلا بالمدارس، مثلا ممكن يقدموا امتحان شهر شهر ونص حتى تطلع النتائج، فانا ما عرفت مستواي بناء على شو. انه الطالب المهتم في عندي خطه مستقبليه، يعني خطه انه لبعدين مثلا مزبوط. انا بهالشهر هذا شو بدي انجز صح، بس انا كيف بدي اعرف مستواي بناء شو بدي انطلق اذا لسه نتيجه الاختبار ما طلعت. احنا عملنا اختبار مثلا تصحح مثلا خلال لحظته او بعد 10 دقائق او بعد نصف ساعه، اختبار مؤتمت طبعا. فبموجب هذا الاختبار الطالب بيقيم نفسه وين الثغره عندي فبرممها. صحيح. الفيديوهات بالمنصه كمان كتنويه، الفيديوهات متاحة انه انت تشوفها مرة وتنتين وثلاثة بالوقت المناسب. فاللي بيميز الفيديوهات الموجودة بالمنصة او المنهاج انه انت قادر تشوفها بلحظة هدوء من دون تشويش، يعني ما في هذيك الكثافة مثل مثلا بمعهد او بمدرسة، او يعني طالب عم يرجع مثلا من المدرسة منهك متعب نتيجة المواصلات نتيجة الظروف اللي عم تعيش البلد، فعم يلاقي انه بده متسع من الوقت من الراحة. هاي المنصة اجت كبديل مساند مؤازر، هي ما فيها انه والله تلغي دور المدرسة، بس بنفس الوقت مثل ما تفضلتي حضرتك وقلتي انه هي بتكون بديل لشغلات تانية اقل تكلفة بوقت مختصر. تمام. يعني انا ما في داعي مثلا والله اروح لعند الاستاذ الفلاني ساعة زمان تروح على الطريق وساعة روح وساعة رجعة، لا انا بشوف هذا كله موجود عندي بامكانية الاعادة مرة واثنين وثلاثة وعشرة، بامكانية السؤال طبعاً. اذا ما فهمت مثلا طبعا في تواصل ما بيننا وبين الطلاب يعني على التليجرام او على الواتس، يعني مثلا الطالب شاف هالفيديو او هالدرس هذا في خطر بباله سؤال، وهي فكرة حلوة وسؤال حلو جدا، انه احيانا الطالب ضمن الصف بتحرج يسألني. مزبوط. ممكن مثلا بخاف من انتقادات الطلاب، بحسبها مثلا انا هذا السؤال بلكي انا بدي اساله والطلاب صارت مثلا تضحك علي مثلا او الطلاب بتعرفه وانا عم بسال كثير اليوم مثلا. واحيانا مثلا مهما يكون طويل بال الاستاذ راح مره اثنين بعدين هون كذا مره. صحيح صحيح كذا مره. استاذ اليوم بدي اروح لموضوع ثقافه المنصات بدايه التعليميه. اليوم بعض الاهل ما بيأمنوا بهي الفكره، بيقول لك الكتاب هو الاساس بغض النظر عن انه ممكن تكون طريقه المنصه اسهل، معلوماتها اوضح نوعا ما، وفي سلاسه بطرح المعلومه. عم يدرس على الموبايل تماما، فانه تقول له انا والله عم يدرس على الموبايل بيقول لك انه لا هي منا دراسه. اليوم قديش عم تلبسوا هي الثقافه موجوده بالمجتمع، توسعت اكثر، صار في فكره واضحه عن اليه عمل المنصات اللي عم تقدم هذا النوع من المناهج، هذا النوع من طرق التدريس بالنسبه للاهالي وبالنسبه للطلاب. حلو. من البداية كان في مشروع من التربية هو دمج التكنولوجيا بالتعليم. مزبوط. أيضا الجامعات الافتراضية، يعني الطالب مثلا خلص بكالوريا بده يدرس جامعة افتراضية، شو معنى مثلا جامعة افتراضية بالمرحلة الجامعية مو بالبكالوريا؟ ثاني شغلة إقناع الأهل، يعني على المدى البعيد نحن عانينا مشكلة. صحيح. عانينا مشكلة إقناع الأهل إنه أنا مثلاً شو بدي أعرف إنه مثلاً ابني عم يتابع عم يحضر ما عم يتسلى ما عم يتلهى مثلاً. متابعة في رقم للتواصل مع ولي أمر الطالب، هم نتواصل معه بشكل دوري إنه ممكن مثلاً يومياً أو بشكل أسبوعي إنه ابنك وصل لهالمرحلة من الإنجاز، ليش التقصير؟ علاماته بتصل لولي الأمر مو إله، في عنا رقمين، رقم الطالب ورقم ولي الأمر. تمام. حلو. نعم. يعني في متابعه بشكل يعني شبه يومي. تمام. نتيجه العلامات وايضا كل اختبار. هلا نحن كل فيديو بدك تنتقل للفيديو الثاني ما بيفتح الا تنجز اختبار وتجاوز نسبه محدده من نسبه نجاح المنهاج كامل. يعني ما انه منهاج بشكل عشوائي، بلشنا بالاساسيات بعدين فتنا المنهاج كامل، يعني منهاج مطابق للكتاب واغناء عنه اوراق عمل، يعني بنهايه كل بحث في ورقه عمل انت طيب. هتشتغل عليها. طيب استاذ اليوم بيسال البعض، هي المنصه هل هي منصه ربحيه؟ هل الطالب عم يتكلف بشيء مادي او لا هو قادر يحضر الفيديو مجرد ما فتح انترنت حمل الفيديو وحضره؟ هلا هي يعني ماجوره، لكن مقارنه بالمبالغ اللي عم نشوفها مقبوله، وبتكلفه المواصلات هي ولا شيء. تمام. يعني هل اذا بدنا نشوف نحن الاقساط باي معهد، باقل معهد مثلا او باقل ما مدرسه، ما في كثير اهالي ما قادرين، ما في مجال للمقارنه. بالاضافه في الطالب مرحله البكالوريا او مرحله التاسع ما عاد يسال على التكلفه الماديه. مزبوط. امام الوقت. صحيح. الوقت نحن يعني 90% من هالفكره هي اختصار الوقت.
يعني عم يضيع كثير بين انتظار مواصلات، بين لو يوصل لبيته، بين يعني هالامور هاي. فنحن اختصرناها، جبنا لك المنهاج السوري بابسط طريقه، شامل المنهاج كامل والكتاب، نحن مرجعيتنا الكتاب، كل الكتب، كل الكتب طبعا كل المواد. طيب اليوم في مواد بعض بيعتقد انه صعب تنشرح على الانترنت، مثل فيزياء، رياضيات، مسائل واعداد ورقم واحد او اشاره واحده ممكن تغير حل مساله كامله. الصعوبه تكمن بالتواصل. لكن نحن لقينا بالبديل انه مثلا انت حضرت هالدرس، اي تساؤل عندك او اي استفسار بامكانك تتواصل مع استاذ الماده فورا. يعني ما في انه والله عائق انه والله بدك تقدم مثلا تسال مره او يعني مثل تقدم طلب او حتى توصل للاستاذ فورا. انت مثلا وقفت مثلا عندي بالدقيقه 10 مثلا من الدرس، عندي سؤال بعتها للاستاذ، استاذ هاي الفكره، اما بعث لك تسجيل صوت او بعث لك شيء مكتوب مره اثنين ثلاثه. بامكان الاعاده للفيديو احيانا انه يكون الطالب مثلا شرد بلحظه من اللحظات يداركها، اما هذا الشيء ما أنا متوفر بالصف. مظبوط. صحيح. نعم صحيح. اليوم موضوع اللغة العربية وترسيخها عند الجيل الجديد نوعا ما عم بيواجه كثير من الصعوبات. اليوم أحد أشكال الحرب هي تشويه هي اللغة اللي كانت على مدار 13 سنة. دوركم اليوم ضمن هاي المنصات، ولا سيما عم نحكي عن منهاج لغة عربية، بالتالي عم نطرح أساسيات، عم نطرح أفكار تتعلق بترسيخ هذا المنهاج، كيف عم تكون هي الأفكار إذا بدي أقول مبلورة أو موجودة ضمن آلية العمل على المنصة؟ نعم. هلأ اللغة العربية في يعني إذا بدنا نحصر في أسباب الحرب عليها أو أسباب محاربتها أسباب كثيرة. صحيح. بالإضافة إنه يعني في أكثر من مقوم، إنه يعني عدم الاهتمام باللغة، عدم جعل اللغة الأساسية مثلا بتعاملاتنا اليومية مثلا. صحيح. أكثر سؤال عم نواجهه خلال الدروس أنه مثلاً أنا أستاذ لما بدي أقدم على وظيفة ما في يتقن اللغة العربية، ده على طول بنسأله. اللغة العربية مادة شبه مهمشة بالجامعات، يعني موجودة هي بفصل واحد بالجامعة مثلاً. بتيجي بتعطي طالب الجامعة مثلاً بيقول لك أنا شو الاستفادة بالحياة اليومية؟ صحيح. بغض النظر عن أي شيء، هي لغة النطق، لغة التخاطب، لغتنا الأم، لغتنا الأم، لغتنا الأم. أعظم فكرة يعني بشكل نعم. عام يعني للأسف يعني أكثر من جانب عم يهمش، سواء كانت الحرب مثلا الإعلامية أو الغزو الثقافي أو العولمة، هي الأسباب الأساسية. يعني الشيء اللي عم نواجهه ما في اهتمام باللغة، ما في اهتمام باللغة. يعني هلا بتفتح مثلا الفيس بتلاقي أغلب المصطلحات أجنبية، فالطالب بده يعني عم يقرأ مثلا حط لي لايك مثلا، اقرأ هالكومنت، ما في إنه تعلمنا ثقافة البديل. فنحن كمان فكرة المنصة هي بديل، انه بديل مثلا انه انت المنهاج مثلا ما يتعقد هالتعقيد هذا، او ما انه مثلا تعاني منه صعوبه، فلقينا الحل البديل هو ببيتك. فالمفروض كمان اللغه العربيه يكون في بدائل. تمام. يعني هلا حرب حرب، اللغه محاربه، يعني ما انه اخذ دوره مثل ما كان من قبل سابقا. صحيح. يعني قبل كانوا مثلا اذا حدا بالدول الاوروبيه بده يظهر مدى ثقافته يقول للمحبوبة إلا أنا أحبك. صح. بالعربي تعلم اللغة العربية. صحيح. لغة الأساس، لغة الثقافة على عقود. صحيح. لكن انتشار العامية هو السبب الأول، اللهجات المحكية هذا السبب. ثاني شيء مثلا هلا بتمر بشارع تين مثلا إلا ما ندر أرمة محل أو لافتة محل إنه مكتوبة بالعربي مثلا، ما هداك يعني صارت إنه هي لغة شبه ثانوية. يعني في أكثر من سبب لهالأمر هذا. طيب تفضل استاذ. فنحن بالمنهاج من خلال كلمه بين رايك عم تيح جزء من الفسحه للطالب انه يعبر عن رايه. يعني ما بقي مثل الاول انه الاستاذ مجرد ملقن انه اكتب ورايي وكذا، صار في دور للنقاش، صار في دور للحوار، صار جزء ايضا من المنهاج انه اقترح مثلا بقصيده من القصائد مثلا اقترح نهايه مناسبه، معناته انت صار في فسحه انه انت تعبر عن رايك. حتى اساس منهل هذا الموضوع، يعني بتذكر انه احنا بمرحله معينه كان حتى ضمن حصص اللغه العربيه بالصف كان ممنوع الحديث بغير اللغه العربيه الفصحى طيله فتره الحصه الدرسيه، وبالتالي اليوم حتى هي الفكره صارت تغيب نوعا ما، مثل ما ذكرت موضوع اللهجه العاميه او اللهجه اذا بدي اقول المتواتره، يعني بشكل عام عم تطغى هذا الموضوع، وبالتالي عم تساهم ايضا بغياب اللغه العربيه الفصحى. خجل الطالب مثلا. طبعاً. بعض الطلاب عنده هي السليقه موجوده. طبعاً. انه يحكي باللغه العربيه. طبعاً. بشكل تام وصحيح. تمام. اذا بدي اقول وبيخجل بيقول لك انه والله عم بيضحكوا علي رفقاتي. طبعاً.
فقديش هاي الاسباب كمان ممكن تساهم بهذا الموضوع؟ في شريحه من الطلاب مثقفه جدا وعنده اطلاع وقارئ، يعني احيانا بكون مثلا عم تشرح له جزء من درس، مثلا روايه شيء له علاقه بالروايه وكذا، بيقول لك مثلا انا قرات هالروايه هي ونمت. في مطالعه، في يعني حب اطلاع، في استكشاف عند الطالب، في شيء اسمه ثروه لغويه. صحيح. هاي المغيب عنا نحن. بالاضافه انه اللغه العربيه تدارك الاخطاء اللي فيها مو انه بليله وضحاها. يعني مثل الدواء بدك تاخذه على دفعات. صحيح. يعني الشيء اللي انعقد على 100 سنه و200 سنه من قبل، اللهجات المحكيه والكذا، ما فيك انت بتيجي مثلا بدرس لغه عربيه تنسفه وتشيله. صحيح. يعني الطالب مثلا حكيت انا وياه بالصف بس بحصه ثانيه راح يحكي نفس الوتيره، ما في توازي، ما في اتساق. بالشارع مثلا اذا والله انا مثلا اعطيني كيلو بندوره مثلا راح يضحك علي. صحيح. لانه ليش؟ ثقافه غير مالوفه. صحيح. هلا تعال مثلا مسلسل تاريخي بنشوفه مثلا ممل لانه عم يحكي بالفصحى مثلا. صحيح. اذا بدها تصير حواراتنا فهي بدها تيجي عن يعني اجزاء. يعني مثلا بهالسنه هي بهالسنتين هي يعني تواتريا. صحيح. طيب استاذ، يمكن من اهم المراحل يلي بتهم طالب الشهاده، سواء كانت الشهاده الاساسيه الاعداديه الاساسيه او الشهاده الثانويه، خلينا نقول هي مرحلة المراجعة. أغلب الطلاب بتكون بالمرحلة الأولى أو مرحلة الدراسة الأولى بتكون بس عم تقرأ، وفي كتير طلاب ما بتكون عم تدرس بتركيز، بتوصل للشهور الأخيرة بدها تبلش تراجع، بدها تبلش تسأل على الطريقة الصح يلي لازم تراجع فيها. هي المرحلة في إلى سيستم خاص على المنصة، في إلى فيديوهات بترجع بتنزل خاصة بهي المرحلة، أو لا هون الطالب بيرجع بيعيد الأشياء اللي هو حضرها مسبقا؟ كيف يتم التنسيق لهي المرحلة؟ في طلاب بتصير بتروح بتعمل تسميع شامل، يعني تسميع بكل الكتاب. هي الأشياء موجودة متاحة على المنصة اليوم؟ هلا الشيء اللي صار معتاد انه لحد مثلا الشهر الثالث في شيء اسمه دورة شتوية، بالشهر الرابع والخامس دورة مكثفة، قبل الامتحان في الجلسات الامتحانية. يعني على مبدأ ما لا يدرك كله لا يترك جله. خلال الدورة الشتوية طالب أخذ المنهاج من الألف للياء، تمام، يعني صار على علم بكل مداخله ومخارجه. خلال الدورة المكثفة بصير التركيز على الأشياء الأساسية، لأنه هديك الأشياء الفرعية صارت تحصيل حاصل بالنسبة لك. يعني مو معقول مثلا أنا بمنهاج الرياضيات إجي للطالب بالشهر الرابع علمه مثلا الإشارات أو علمه جدول الضرب، إنه هي صارت تحصيل حاصل. مزبوط. عندك بدي علمه على شغلات تانية، كيف التعامل مع السؤال الامتحاني، كيف طريقة الإجابة عنه. إجينا مثلا قبل الامتحان الطالب دارس، فصارت مراجعة شفوية على السريع. صحيح. يعني هذا المبدأ، يعني شغلة بالتدريج، يعني على مبدأ الانتقال من العام للخاص للخص. تماما. اليوم بين التعليم التقليدي اذا بدي اقول، او ما رح نقول تقليدي لانه ايضا في قفزات نوعيه عم تكون بمناهج وطرق اعطاء المناهج المدرسيه، وبين عمل المنصات وتقديم المناهج عن الطريقة الالكترونيه، اليوم برايك لمين ترجح الكفه اكثر؟ وممكن نشوف هذا اذا بدي اقول الطريقه او سيستم عم بيستمر، عم يتطور، عم يتم ادخاله بالمدارج بالمدارس اكثر؟ نحن هلا بصراع مع التكنولوجيا، فالمستقبل للمنصات الافتراضيه، لانه انت عم تميل هلا اكبر كميه علامه، اذا بدنا نحكي على طالب اكبر كميه علامه باقل وقت ممكن. صحيح. هي فالمستقبل للافتراض، يعني هلا من احد للأونلاين. اشكال التاثر هو كلمه سيستم اللي قطعت، هي احد اشكال التاثر بين الثقافه والتاثير على اللغه العربيه. ما فينا ننكر مثلا في شيء من قبل اسمه تاثر وتاثير بين الحضارات. صحيح. يعني بناخذ الحضاره العربيه من يومها استمدت وغذت. صح. يعني هي قابلية التطور. اللي بيجي مثلا بيقول لك اللغة العربية مثلا، كون عم نحكي عن اللغة العربية، اللغة العربية جامدة، اللغة العربية خلصت توقفت عند قواعد من ألف سنة. لا، اللغة العربية الميزة الحلوة فيها قابليتها للتأقلم والتطور مع أي لغة والتكيف، هي اللي حلاوتها. تمام. يعني في شيء اسمه، عفوا ولا بدك تسأل، في شيء اسمه التجدد باللغة. يعني أنا مثلا قادر من مفردتين كون لك معنى جديد ما كان بالأول. تمام. يعني مثلا نزار قباني بيقول والمطر الأسود وفي عين، في مطر في أسود، لكن ازدواجية هالكلمتين هدول صارت أعطتك جمالية ومعنى جديد للكلمة. استاذ
استاذ منهل، اليوم يعني عم نحكي وعم نتبحر بموضوع اللغه العربيه، ومهما حكينا ما بنقدر يعني نحتوي الموضوع بشكل كامل. خلينا نرجع شوي لطريقه تواصل الطالب مع المنصه، حصوله على المعلومات، التسجيل الى ما هنالك. شو السيستم المتبع واللي بيقدر الطالب يحصل فيه على المنهاج بشكل كامل، سواء كان شهاده تاسع او شهاده بكالوريا؟ من البدايه بتواصل مع رقم موجود مع الاداريين، الاداريين مثلا بنزلوا اسمه، بياخذوا معلومات عنه، بيرسلوا له عنوان التطبيق، بتخلوا عن طريق كلمه سر. كلمه السر هي بتفتح عنده صفحته، موجود فيها المنهاج كامل. المنهاج كامل عباره عن مثلا فرضا كتاب العربي 5 وحدات. الوحده الاولى فيها الدرس الاول، طبعا قبل في شيء اسمه نحن بنعتبر الطالب اول مره بفوت على مدرسه بعد التاسع او من الصف السادس، في شيء اسمه تاسيس. صحيح، بدك تاسس الطالب مشان يحس كونه. كمان كان في عندنا بالسنوات الماضيه مثلا فاقد علمي، هذا الفاقد هذا كمان بدنا نعوضه بفيديوهات اسمها فيديوهات تأسيس. حضر هالفيديوهات هي، الفيديو الأول مفتاحه لحتى تدخل للفيديو الثاني هو اختبار. أنجزت مثلا نسبة 80% من الاختبار تنتقل للفيديو الثاني، جبت مثلا 79 لا بدك ترجع تعيد الفيديو وتعيد الاختبار حتى يفتح عندك الفيديو الثاني. أنا قدمت اليوم اختبار، حضرت مثلا درس مدة 30 دقيقة، بيوصل رسالة لولي الأمر أنه أنت تم حضور مثلا إنجاز 30 دقيقة من مدة الفيديو بنسبة، وتجاوز الاختبار بنسبة مثلا 80% 90%. وعلى هالمقياس هذا بتكفي المنهاج كامل. طبعا المنهاج بيبقى متاح عندك لحتى نهاية أنه تقدم امتحانات نهائية، بإمكانك تعيده كذا مرة على مدار السنة. هلا الأستاذ منهل بيزعل مني إذا قلت له، لما كنت أنا بكالوريا مثلا، كنت مثلا ما اقدر خليني اقول اخذ درس خصوصي عند استاذ، فضل انه تكون انسل، ما بقدر اسمع مثلا، ما بقدر افهم على صوت الاستاذ، بحس صوت رخيم، ما استوعب. اليوم هاي الحاله موجوده عند كثير طلاب. نعم، في طلاب بيروحوا بيجربوا درس خصوصي بمعهد معين وبيرجعوا بيقولوا لاهلهم ما فهمت على الاستاذ، بدي استاذ ثاني. هاي الحالة اليوم موجودة بالمنصة، يعني في أكثر من أستاذ بيعطي مادة واحدة. ممكن أنا اليوم إذا حضرت درس أو فيديو للأستاذ الفلاني ما فهمت عليه، في حالة بديلة، في أستاذ بديل. طيب بلكي أنا سجلت مثلا وكل المواد كانت تمام، بس في أستاذ مثلا اللغة الإنجليزية أنا ما عم أقدر أفهم عليه، شو الحل هون بهي الحالة؟ بأي مجال في عندك بدائل، يعني مثلا مثل مادة مثل الرياضيات لا فيك أنت تحصليها بأستاذ واحد. طيب اجينا مثلا لمساله انه انا ما استوعبت الاستاذ، ناقش وين المشكله. اذا المشكله مثلا الطالب مثلا وين الثغرة عندك، بشو ممكن احيانا الطالب مثلا ما يحسن يتاقلم مع استاذ كونه في ثغرات نواقص عنده من قبل. ممكن فنحن حاولنا هاي النقطه نتلافاها عن طريق انه ترميم الفاقد العلمي من قبل فيديوهات التاسيس. في حال مثلا صار، ونحن عنا نخبة من المدرسين، يعني انه مو يوم ولا يعني صرنا مثلا عشرات سنين بندرس بمعاهد، هو هذا بيرجع للطالب اكثر من انه يعني هو بيكون المشكلة بالطالب اكثر من الاستاذ. لا هي مسألة الحب، نحن بس تتعلق بالكيمياء، مسألة نسبية. صحيح، مسألة نسبية. صحيح. يعني اليوم استاذ منهل في جانب يتعلق بنطق الدرس او سماعه بشكل صوتي او لا؟ ما زلنا على موضوع التطبيق الالكتروني والاختيار، اخذتوا بعين الاعتبار ذوي الهمم بهذا الموضوع؟ ممكن تتطور المنصه لهذا الجانب، يكون في عندنا جانب يتعلق بنطق الدرس او سماعه او الى ما هنالك؟ يوميا في عندنا شيء جديد، يعني في الفكر اللي انشغلت هي 1% من الشيء اللي بدنا نشتغله. يعني اشتغلنا السنة الماضية، كانت من البداية السنة الماضية انطلاقتها، والحمد لله في عنا أكثر من 30 طبيب وطبيبة بالدورة الأولى. يعني كان في نتاج على أرض الواقع، وكانت هي الحمد لله من فضل الله أنه هي أكبر خطوة لإقناع الأهل أنه نحن موجودين. كلمة افتراض الناس بتقلك خيال، لا افتراض أنه أنا مثلا بدل ما أكون حاليا بمدرسة من المدارس أنا بالبيت عم أحضر الدرس. شو المانع؟ يعني مثلا التشويش، عدم تركيز عم يكون احيانا، ضياع وقت. فنحن على هلا مثلا في كثير من الناس مثلا او كثير من الطلاب، انا ما بحب احضر درس الصبح، انا مثلا وقت الدراسه عندي المساء. والله بدك تركب له معهد على مزاجه والله المساء. في ناس بتقول لك لا انا الظهر مثلا بكسب وقت الصبح ووقت المساء. تمام، صحيح. فهذا الحكي انت امتى بأي مكان باي وقت هيك قاعد بينك وبين نفسك جلسه صفاء، يلا بدي احضر هالدرس هذا، تلاقي قابليتك للاستيعاب اكثر من انه انفرض عليك الدرس. تماما. احيانا الطالب كمان بده فواصل منشطه بين كل درس ودرس،
ممكن مثلا اشرب بشي شغله، تسلل بشي شغله. صحيح. بالاضافه هلا الاقبال، يعني اي بيت هلا لا يخلو من هاتف او اي وسيله وسائل اتصال، حولنا هالوسيله هاي لشيء انه والله انا صحيح. يعني تعبي له شغفه مثلا انه مسكه الجوال، لا امسكه على شيء مفيد. تماما استاذ. نعم. يعني يطول الحديث، واكيد كل الشكر لك ولكل القائمين على منصه طريقي التعليميه. نورتنا لليوم الاستاذ منهل الرفاعي، يعني تشكروا جهد ترفع له القبعه، اكيد في طلاب كثير عم تستفاد، وان شاء الله بالايام القادمه بنشوف تطورات اكثر بمنصه طريقي. ان شاء الله المكسب معي. والله انا تشرفت جدا بهالاستقبال الحلو، بهاللفته الكريمه منكم، وان شاء الله هيك على المستقبل رح تسمعوا شغلات كثير عن منصه الطريق ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا لكم. تسلموا. كفي معكم مشاهدينا، باقي حلقتنا لليوم رح نروح لفاصل صغير ونرجع، خليكم معنا. يعني بشار، قد ما الواحد تثقف وقرأ وخلينا نقول سافر وتعرف على ثقافات العالم، بيبقى في أشياء غريبة بالمجتمعات بس نشوفها منستغرب. صحيح. ولحسن الحظ أنه نحن في عنا فقرة ببرنامج دامسكو بتعرفنا على هذا الشيء. التفاصيل، ومثل ما ذكرتي دائما يعني منحس حالنا أنه نحن تعرفنا على ثقافات جديدة، ولكن نكتشف بعض الوقت أنه نحن شايفين 10% يمكن من ثقافات العالم وتنوعها بشكل عام. لنشوف برا الزون اليوم لوين أخذتنا مع زميلتنا سوسن، منتابع سوا. يسعد اوقات كل حدا عم بيتابعنا بفقره برا الزون. كوكب الارض تعرض لعدد هائل من الاوبئه والامراض يلي تسببت بخساره كثير من الارواح، وعملت تغييرات اجتماعيه واقتصاديه وايضا ديموغرافيه، وحتى في أمراض انتشرت غيرت مجرى التاريخ كله. البعض بيعتقد بأن الوباء والجائحة هن نفس المصطلح، لكن ضروري قبل ما ندخل بصلب موضوعنا لليوم نفرق بين المصطلحين. فالوباء هو مرض انتشر وتسبب بوفاة كمية كبيرة من الأشخاص ضمن بقعة جغرافية محددة. أما لما بيخرج هالوباء عن هالإطار الضيق لكثير من البلدان وبيتعدى الحدود الجغرافية لبلد ما، بنطلق عليه مصطلح الجائحة. لهيك لما انتشر كوفيد-19 حول العالم أطلق عليه جائحة وليس وباء. من أكثر الأمراض المشهورة يلي تضرر منها كوكب الأرض الطاعون، الموت العظيم أو الموت الأسود. أسماء متعددة لقتل واحد سبب الرعب للقارة الأوروبية ولمناطق أخرى بالقرن ال14. كان عبارة عن بكتيريا بتعيش في أجسام القوارض الأرضية وهي المسبب الرئيسي للمرض، وأخذ تسميته المرعبة لأنه كانت بتنتشر بقع نصفية تحت الجلد بأماكن متفرقة من الجسم لونها مائل للون الأسود، وهي أعراض الإصابة بالطاعون، إلى جانب أعراض إذا ما تسيطر عليها بشكل سريع وصحيح فمصير الشخص هو الموت لا محالة. هالمرض، وعلى الرغم من انه بهداك الزمن ما كانوا بيعرفوا السبب وراءه، لكن كانوا بيعملوا طقوس اشبه بالحجر الصحي والعزل يلي عملوا سكان كوكب الارض ب 2020، اذ كانوا بيعزلوا المصابين باماكن مهجوره لحتى ما يعدوا غيرهم، وبيمنعوا السفن والعمليات التجاريه خوفا من دخول المرض للدوله. ولو أنه الإحصاءات يلي رصدت أعداد الوفيات متعددة ومو كلها دقيقة، ولكن على الأرجح أنه مرض الطاعون لوحده تسبب بموت من 75 ل 200 مليون شخص. وأخطر موجات الطاعون الأسود تسببت بقتل ثلث سكان أوروبا بهذاك الوقت. وبغض النظر عن المصدر الجغرافي اللي إجا منه هالمرض، فهو بيتربع على عرش أخطر الأمراض وأرعبها نتيجة للأرواح يلي حصدها. مرض بدأ بالظهور في دلتا نهر الغانج بالهند، هالبؤرة الأساسية يلي بحسب بعض المراجع المكان يلي انتقل منها مرض الكوليرا للعالم أجمع. فالكوليرا هي مرض بينتقل عن طريق المياه الملوثة، وخطورة هالمرض بتكمن بأنه البكتيريا قادرة على قتل الإنسان خلال ساعات قليلة نتيجة للجفاف الشديد ونقص السوائل بسبب الإسهال المتكرر. ضرب وباء الكوليرا العالم مرات كثيرة،
ومن القرن ال19 حصد أرواح الملايين حول العالم، وبحسب تقديرات وصلت الوفيات لأكثر من 25 مليون إنسان. ولو أنه أنتج لقاح خاص بمرض الكوليرا، إلا أنه لليوم لسه في إصابات بلدان كثيرة بتعاني من سوء في تنظيم المرافق الصحية وتلوث بالأغذية والمياه. وسنوياً بيسجل العالم إصابة 4 مليون إنسان على أقل تقدير بالكوليرا. المرض الأعنف بحسب كثير من المصادر هو الإنفلونزا الإسبانية. هالمرض يلي شكل رعب خلال الحرب العالمية الأولى بسبب استهدافه لفئات الشباب والأطفال وكبار السن، يعني الكل كانوا سواسية أمام هالوحش البيولوجي. فالضحايا كانت أجسادهم بتتحول ألوانها للون الأزرق، بالإضافة لاختناقهم ووفاتهم بسبب امتلاء الرئة بالسوائل. وفقط خلال هالفترة الوجيزة من عام 1918 لل 1919، سنة واحدة بس أصيب فيها 500 مليون شخص وتوفى أكثر من 50 مليون شخص آخر. هالرقم يلي بيزيد بكتير عن أعداد الأرواح يلي سقطوا نتيجة الحرب العالمية الأولى واللي هي 18 مليون. إسبانيا بريئة من دم الضحايا يلي سقطوا نتيجة هالمرض، فالإنفلونزا الإسبانية أخذت هالاسم مو لأنه انتشر بإسبانيا، وإنما لأنه هي الدولة الوحيدة يلي غطت أخبار هالمرض لحظة بلحظة، ولكونها ما شاركت أيضاً بالحرب العالمية الأولى وكانت محايدة بالحرب، علماً بأنه الإنفلونزا الإسبانية كانت بحسب الوسائل الإسبانية كانت بتتقدم على أنها إنفلونزا فرنسية. أمراض وأوبئة وجوائح كثيرة عانى منها البشر من أول التاريخ حتى اليوم. الجدير بالذكر منها الملاريا يلي بينتقل عن طريق البعوض، الإيبولا، الإيدز، الجدري يلي أرعب الشعوب القديمة حتى التوصل للقاح أنهى هالمعضلة، وأمراض أخرى ممكن نخصص لها فقرة خاصة. تطبيق الإجراءات الاحترازية وغسل اليدين وتعقيمها أمور مهمة لنحمي حالنا ونحمي يلي منحبهم. انتبهوا على حالكم ومنلتقي مرة كمان ببرزون. ساعتنا لليوم مشاهدينا وصلت لختامها، لقاءنا بيجدد إن شاء الله بالحلقة القادمة مع ضيوف ومواضيع جديدة. انتبهوا على حالكم وأكيد يعني بقية نهار حلو. أكيد، ولا ينسوا يتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحتى يشوفوا كل جديد ويقدروا يعبروا عن آرائهم ويتركونا تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، وعلى الويب سايت الرسمي الخاص بقناة العالم سوريا. موعدنا بيجدد بالحلقة القادمة، من هلأ لوقتها تبقوا بألف خير.